قالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد شكرا شكرا أحبائي مرحبا بكم مع شكرا احبائي شكرا اذا احبائي وانتم لكم تشوفوا فينا باش تحضروا كما اصدقائنا اللي راهم هنا ما عليكم الى توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذا الطريق اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملا الاستماره ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الالكتروني مرحبا بك إذن أحبائي لما تشاركوا في الحضور لازم شوية تعصب لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد راح يستقبلكم كامل كما راكم راكم تشوفوا عمو يزيد لابس البرنوس شعرين الشماع وكامل راح نحتفلوا اليوم في هذه الفترة بذكرى مولد خير الخلق خير الأنام محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام روحي بنتي تعالي تعالي حبيت نتكلم معكم شوية واسمك بنتي؟ خليف لينا لينا وين تسكني لينا؟ في القبة في القبة شاطرة في الدراسة؟ ايه الله يبارك بنتي الله يبارك تعالي بنتي روحي روحي الشاطرة روحي بنتي واسمك بنتي؟ نسرين نسرين شحال في عمرك نسرين؟ 5 سنوات اوه وين تسكني؟ في باب الواد باب الواد الله يبارك بنتي الله يبارك الله يبارك الله يبارك تعالي بنتي روحي روحي الشاطرة روحي الشابة روحي الشابة واسمك بنتي؟ أنفال أنفال وين تسكني أنفال؟ في البويرة في البويرة خيار الناس بنتي شحال في عمرك أنفال؟ 8 سنوات 8 سنوات كي تروحي تسلمي عليهم كامل في البويرة يا أخي بنتي الله يبارك الله يبارك الله يبارك إذا أحبائي عمو يزيد سعيد باستقبالكم تعالي بنتي أروحي 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 الشابة تعالي يلا أروحي واسمك بنتي؟ دلال وين تسكني دلال؟ في بوز الريعة في بوز الريعة شاطرة في الدراسة؟ اه هيا الله يبارك الله يبارك برافو بنتي برافو 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 التحقي بمكانك شكرا بنتي اروحي 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 بنتي قولي دوري هكا دوري دوري الكاميرا باش تخرجي شابة قولينا واسمك؟ ليديا ليديا؟ اوه شابة هكذا ليديا وين تسكني ليديا؟ في الدار تسكني في الدار؟ تسكن في الدار؟ هيا برافو برافو بنتي اقعدي في مكانك لو تسكني قد تسكن في الدار عندها الحق تسكن في الدار برافو أحبائي ذكرى مولد خير الخلق في هذه الفترة كذلك كاين يوم عالمي مهم يوم 14 نوفمبر هو اليوم العالمي لداء السكري الجورني انترناسيونال دو ديابيت كاين بزاف الناس اللي قيسهم هذا المرض هذا وخاصة احنا نضمنه مع الأطفال نضمنه مع كل مرضى السكري وخاصة الأطفال لأن الطفل الطفل بريء الطفل كما انتم هكذا لا ذنب له يا أخي يا حبائي إذن الشفاء العاجل لكل مرضى السكري وربي يخفف عليهم كامل وخاصة الأطفال بما أننا نتكلموا على مرضى السكري وكامل واش لازم نديروا للمريض واش نديروا له المريض نزوروه برافو الشاطرة برافو برافو نزوروا المريض برافو 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 أحبائي في كل بداية حسن نستقبلوا ساعي البريد اللي يجيب لنا بريد أصدقائنا الأطفال اللي بعثوهن عبر موقع الإنترنت بالضغط على زرار آراء وملاحظات تفضل سهيب تعال تعال سهيب تعال ولدي مساء الخير يا أطفال مساء الخير مرحبا سهيب مرحبا مرحبا وش رأيك؟ لاباس سهيب؟ لاباس خير؟ قريت هاد العام قريت مليح سهيب لاباس وعد انه المره الجايه تجيب لنا يجيب لنا اعلى معدلات يا اخي لانه ساعي البريد هو صديقنا وساعي البريد يجيب لنا الرسائل والاخبار الجميله اذا سهيب وين جبت لنا رسائل استقبال الاطفال بريد الاطفال اذا ضعه في علبه البريد باش عمو يزيد يقراه من بعد احبائي تحبوا الاسئله
سؤال اليوم. شكرا شكرا صهيب شكرا شكرا. أحبائي سؤال اليوم يقول: ما هي أول سورة أنزلت في القرآن الكريم؟ ما هي أول سورة أنزلت في القرآن الكريم؟ على بالي بتعرفوها. إذن أحبائي أنتم وأصدقائنا لما يشوفوا فينا فكروا في الجواب عن اللغز لغاية نهاية الحصة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. وحنا دركا نروح ونكتشف مع رحاب بوكابوس بيعة العقبة. إذن تفضلي رحاب بنتي تفضلي. مرحبا يا أطفال. بيعة العقبة بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم جهدا عظيما في نشر الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة، إلى أنها قبلت بالعداء والرفض وإنزال أشكال العذاب المختلفة بهم من قبل قريش وسادتها، إلى أن التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفر من الرجال القادمين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، فأقبل عليهم يدعوهم إلى الإسلام حتى أسلموا، ووعدوه بأن يأتوا إليه في العام المقبل مع نفر آخر من قومهم ليعتنقوا دين الإسلام، وذهب جمع من الأوس والخزرج في العام التالي لبيعة العقبة الأولى، وتحديدا في موسم الحج من العام الثاني عشر للبعثة، وكانوا 12 رجلا، وسميت بذلك لأنها كانت عند منطقة العقبة بمنن، وكانت هذه البيعة من مقدمات الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى يثرب المدينة المنورة لاحقا، وبعث النبي مصعب بن عمير معهم يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام في شهر ذي الحجة قبل الهجرة إلى المدينة المنورة بثلاثة أشهر. خرج 73 رجلا وامرأتان من الأنصار في موسم الحج، وبايعوا النبي على نصرته. شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعوة الإسلامية مقبولة في يثرب أكثر من قبولها في مكة المكرمة، والإشارات تدل على إمكانيات استقبالها لدعوة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تأسيس نواة للدولة الإسلامية، فعقد معهم بيعة العقبة الأولى نسبة لاسم المكان الذي عقدت فيه. إلى اللقاء يا أطفال. شكرا 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 بنتي شكرا. أحبائي بما أننا في هذه المناسبة السعيدة المولد النبوي الشريف، عمو يزيد لكم أغنية جميلة تتغنى بالمولد النبوي الشريف، وعندي لكم مفاجأة. المفاجأة أنه راح نجيبوا ميليسا وياسمين يديروا لكم الحنة وانتم تغنوا معايا. يلا نغنوا مع بعض. أتى ليهدينا
برافو عليه الصلاة والسلام. أحبائي تحبوا ألعاب الخفاء؟ نعم. هيا نروحوا مع عمو مراد لجنب مدينة البليدة في ألعاب الخفاء. تفضل عمو مراد. برافو 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 برافو. احبائي نشكروا ميليسا وياسمين اللي داروا لكم الحنه. عطونا تصفيق عليهم، عطونا تصفيق عليهم. اذا تفضلوا تفضلوا تفضلوا. ودركا لحقنا الفقره هل تعلم وين. ياسمين راح تعطينا معلومه اليوم في هذه الفقره الجميله اللي هي هل تعلم. عطونا تحيه لياسمين. تفضلي تفضلي بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن عمر بن عبد العزيز هو أول خلفاء المسلمين الذي أمر بجمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتدوينها؟ برافو 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 ياسمين برافو. إذن ابن عبد العزيز هو أول من أمر بجمع أحاديث الرسول وتدوينها. إذن أحبائي بما أننا في هذه الفترة الجميلة لنحتفل بها بمولد خير الأنام، ما قلتوليش مقبلة وكتاش في أي شهر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شهر؟ تعالي بنتي تعالي. أروح يقول لنا. تفضلي بنتي. واسمك بنتي؟ لينا. لينا وين تسكني لينا؟ بويرة. في بويرة. الله يبارك الله يبارك. إذن وكتاش ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 12 ربيع الأول. برافو 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 بنتي، برافو 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 برافو. شكرا شكرا. 12 ربيع الأول أحبائي. إذن حكاية اليوم راح نحكي لكم حكاية عن شجاعة علي بن أبي طالب. يلا معايا. إذن أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية شجاعة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. أحبائي لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالدعوة في مكة تعرض للأذى،
تعرض للأذى، قريش كلها كانت ضده، ولكن كانوا معاه الصحابة والناس اللي بيعوه والناس اللي أمنوا بالله وحده لا شريك له، ولكنهم تعرضوا للأذى. بعد أذن الله لهم بالهجرة باش يروحوا للمدينة المنورة اللي كانت اسمها يثرب، وبقوا ثلاثة هما الآخرين. بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، هما اللي بقوا. ولما أذن الله لهم بالهجرة هذاك في هذيك الليلة سمعوا قريش باللي الرسول صلى الله عليه وسلم هو مهاجر، واش قالوا؟ قالوا لازم نقتلوه في هذه الليلة. واش يديروا؟ على بالكم باللي بكري القبائل كان عندهم الثأر، يعني لما واحد يقتل واحد من قبيلة ولا لازم يخلفوا الثأر، يعني ما يسمحوش. واش دارت قريش؟ أخذت واحد فتى من كل قبيلة، يعني باش من بعد على بنو هاشم قوم الرسول صلى الله عليه وسلم باش كيجيو يديروا الثأر ما يقدروش، يكونوا عدة قبائل، يعني عشرات القبائل يعني بزاف. هذه فكرة جهنمية هم فكروا فيها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بهذاك الخبر، أوحى إليه الله. شكون اللي رقد في بلاصتو؟ رقد في بلاصتو علي بن أبي طالب، كان راقد هكذا. ورسول الله خرج من نفس البيت مع أبو بكر الصديق، خرجوا من نفس البيت، مروا قدام هذوك الكفار، ولكن ربي سبحانه وتعالى جعل على أعينهم غشاء ما شافوهش. خرج وبعد كي دخلوا هكذا للبيت باش يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذوك كامل، كي نحاو هكذا الغطاء صابوا علي، تفاجؤوا كي صابوا علي. تمالي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غادر مكة إلى يثرب، تمالي مروا بغار الثور وين كانت قصة العنكبوت وكامل يا أخي تعرفوها. إذن باش تشوفوا بلي علي بن أبي طالب كان أول فدائي في الإسلام، يعني فدا بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمو يزيد، عمو يزيد، الحكمة التي نستخلصها من هذه القصة هي أن الأمانة صفة حميدة لا يمدحها الناس فيك حتى لو كان على خلاف معك. برافو 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 بوبي، تحية البوبي تحية. على بالكم أحبائي هذه الحكمة، هذه علاش تمشي مع هذه الحكاية؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على بالكم باللي قريش كانت تلقبه بالصادق الأمين، كان صادق القول وأمينا، كانوا يخلوا عنده الحوايج من بعد يروح ويرجعوا الأمانة تقعد حتى يرجعها لأهلها. لما أذن الله له بالهجرة عبكم واش دار؟ طم كاع هذوك الحوايج تاعهم تاع الناس اللي خلوهم عندهم وعطاهم العلي كرم الله وجهه ابن أبي طالب، قال له ترجع كاع الأمانة لأهلها. باش تشوفوا رغم الشر والأذى اللي كانوا يديروا فيه إلا أنه كان صادقا أمينا. لذا يجب الإنسان أن تكون عنده أخلاق حميدة. على بالكم للأخلاق الحميدة الناس حتى لو كان ما يتفاهموش معك ولكن يمدحوك بالأخلاق نتاع، يقولك هذاك صادق، هذاك ناس ملاح، هذاك يصون الأمانة. يا أخي أحبائي، إذن الأخلاق ثم الأخلاق. يلا أحبائي أرجعوا لأماكنكم. إذن أحبائي الأخلاق ثم الأخلاق، لازمنا دائما نقتدي بخير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، كما قال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم. أحبائي الأخلاق ثم الأخلاق، صدق الله العظيم. أحبائي شكون عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ نكتة جميلة، تعالي أروحي أروحي أقعد هنا. واسمك بنتي؟ ليليا. ليليا شحال في عمرك ليليا؟ 6 سنوات. 6 سنوات، شاطرة. وين تسكني بنتي؟ في بليدة. في بليدة، خيار الناس. احكي لي النكتة تاعك بنتي. واحد انا واحد شخص صعب قال له كيف تفرغ بين القط والقطة؟ قال له ايش شرب قطة ولا شرب قطة؟ برافو 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 برافو. شو تعالي اروحي يلا اروحي الشاطرة. واسمك بنتي؟ جرآلة. جرآن؟ جرآلاء. ها؟ جرآلاء. آلاء. آلاء، الله يبارك بنتي، الله يبارك. سنين نحيلو لك هكذا باش تباني في الكاميرا شابة شابة شابة. الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 5 سنين. 5 سنين وشاطرة هكذا. وين تسكني بنتي؟ في دار جديدة. في قرية جديدة؟ الله يبارك. في دار جديدة. في داركم جديدة؟ وداركم جديدة شابة؟ الله يبارك. تدخلها بالصحة ولا هنا بنتي؟ إذا بنتي احكي لي نكتة تاعك. عندك نكتة؟ احكيها لي.
كنا في ليكول بدا انا كنت نقرا المعلمه بدا انا جبت العشرة 9. اوه برافو بنتي 9 على 10. الله يبارك الله يبارك بنتي. شكون اللي عنده نكته؟ تعالي اروحي بنتي اخذي. واسمك بنتي؟ سيرين. سيرين شحال في عمرك سيرين؟ 5 سنوات. 5 سنوات. وين تسكني بنتي؟ في الشراكة. في الشراكة خيار الناس. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. ما عرفش. تعرفيش نكتة؟ حبيتي برك تقولي عمو يزيد. برافو 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 بنتي برافو برافو. وانت واسمك بنتي؟ ليديا. ها؟ ليديا. شحال في عمرك؟ 5 سنين. شحال؟ 5 سنين. 5 سنين. الله يبارك. اقعدي هنا قدام عمو يزيد. تعالي بنتي اروحي اروحي. قعدي بنتي قعدي لبي معهم وقعدي بنتي. اقعدي هنا هنا اقعدي هنا. فوالا برافو برافو. قعدي بنتي قعدي تلعبي بيان سور. قعدي. واسمك بنتي؟ اسيل. اسيل وين تسكني اسيل؟ عينعجة. عينعجة. اسيل اصلك مين؟ فلسطين. فلسطيني. الله يبارك. اسيل فلسطينية. اختنا من فلسطين. مرحبا بك بنتي. وش عندك العمو يزيد بنتي؟ عمو يزيد لأنني أحبه. ها؟ أنني أحبه. وش راكي حابة؟ لأنني أحبه. تحبيني؟ ربي يطول عمرك بنتي ربي يخليك. عمو يزيد تاني يحبك. وش قلتي لي من قبيلة عندك هدية لعمو يزيد؟ وش هي هاد الهدية بنتي؟ هدية سبحة من فلسطين. سبحة من فلسطين. واو وين راهي؟ اني متشوق لهذه الهديه هذه الجميله. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. احبائي عطونا تصفيقه الاسيل. تصفيقه بنتي ديري بيزو. برافو بنتي. اذا الشعب الفلسطيني على بالكم. الشعب الفلسطيني قريب بزاف بزاف من الشعب الجزائري. نعتز بهذا الشعب واحنا مع القضيه الفلسطينيه ان شاء الله مهما كان الامر. يا اخي احبائي احبائي الحقنا دركا الركن الرسائل. طاطا فيفي راح تجيب لنا الرسائل تاع الاطفال اللي جابهم لنا سهيب مقبله وعمو يزيد راح يقراهم هنا. وانتم الا حبيتوا عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. شكرا طاطا فيفي اعطونا تحيه. برافو برافو برافو. الرساله الاولى خثري ندى 11 سنة مدينة برج بوعريريج الجميلة. أنا ندى عمري 11 سنة أحب برنامج عمو يزيد وأستفيد من حصصه وبرامجه. أنا فخورة بهذا البرنامج أحبك جدا جدا جدا. خثري ندى 11 سنة برج بوعريريج. ربي يخليك وعمو يزيد يحبك جدا 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 وربي يخليك لوالديك إن شاء الله. شمس الدين محمد 8 سنوات مدينة جامعة ولاية واد سوف. الله يبارك. مدينة الألف قبة وقبة. قالكم أحب الحصة وأعجبتني كل الحلقات. محمد شمس الدين 8 سنوات مدينة الجامعة. ربي يطول عمرك الله يخليك. هذه الشهادة نعتز بها. الرسالة الموالية صديرة رانيا 9 سنوات مدينة بسكرة. أنا أحبك وأريد المشاركة في الحصة وشكرا يا عمو يزيد. العفو العفو بنتي العفو. الرسالة الموالية محمد أسامة 9 سنوات مدينة دراريا ولاية العاصمة الجزائر. إيميسيون فورميدابل إيدوكاتيف بوغ نو فريمون. برافو عمو يزيد. شكرا 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 الله يخليك. الرسالة الموالية قاسي دعاء 11 سنة مدينة الأخضرية ولاية البويرة. يا سلام. أنا أحب عمو يزيد وأتمنى المشاركة معكم في الحصة. إذا بنتي قاسي دعاء 11 سنة أخضرية البويرة سوف نتصل بك باش تحضري معنا في هذه الحصة الجميلة. إذا أحبائي الحقنا دركا للجواب عن السؤال. إذن الجواب عن السؤال ما هي أول سورة أنزلت في القرآن؟ تعالي تعالي أروحي بنتي.
كنا تكلمنا في الحصص الماضية عن آخر سورة أنزلت في القرآن، وكانت سورة النصر. أول سورة أنزلت في القرآن، واسمك بنتي؟ دلال. دلال. إذن بنتي أول سورة أنزلت في القرآن؟ سورة العلق. برافو. كيفاش تبدأ سورة العلق؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ اقرأ وأنت الأكرم. لا لا، وربك الأكرم، صدق الله العظيم. اقعدي معنا. سورة العلق أحبائي كانت أول سورة باش تعرفوا مكانة العلم في الإسلام. العلم أول آية كانت اقرأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العظيم، اقرأ. إذن أحبائي كانت سورة العلق. أعطي الهدية تحا، أعطي الهدية تحا. إذن دلال بنتي، عمو يزيد مع شركة شيبس مهبول يعطوك هذه الهدية الجميلة، إن شاء الله تستفادي بها. العفو العفو بنتي، العفو. تفضلي 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 تفضلي. برافو برافو. إذن أحبائي، في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده هنا. اليوم عندنا عيد ميلاد بدراني ليديا، 6 سنوات، مدينة البوليدة الجميلة. تعالي ليديا، تعالي بنتي، أرواحي أرواحي. إذن حنا نغنوا ليديا عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالها. يلا عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات، نسهل امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات. هذه الحلوه لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. إذن بنتي، عمو يزيد يشعلك شمعة، وانتم يا أحبائي ما لازمش تشعلوا شمعة وحدكم، الكبار هما اللي يشعلوا لكم الشمعة، ما تلعبوش بالنار يا أخي. ديروا معايا العد التنازلي، 6 4 5 6. يلا طفي لنا الشمعة بنتي، طفي طفي طفي. برافو 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 برافو. أعطيني الشهادة تاعها. إذن بدراني ليديا، عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم تاني يا أحبائي الأطفال، كل واحد فيكم راح يتلقى شهادة كما هذه يحتفظ بها كذكرى لتصوير حصة مع عمو يزيد. أعطيني الهدية تاعها. إذن ليديا ليديا، عمو يزيد مع شركة رامي يعطوك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها بنتي. أسنى ولدي هكذا باش نحطوها هنا، هاي الهدية تاعك مع الشهادة،
وانا ما بقى لي الا نقول لكم بقاو على خير، سنونا في الاسبوع المقبل نفس القناه نفس التوقيت. نحبكم يا اطفال، سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، احببناكم، احببتونا، سنعود، فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، احببناكم، احببتونا، سنعود، فانتظرونا في موعد جديد. Ils ont passé un moment agréable. وي نتعلموا حوايج ونشكروا عمو يزيد على الاستضافه. بارك الله فيك عمو يزيد ويعطيكم صحه بزاف بزاف. نذكرينا في الحصه تاع عمو يزيد ونشكروا على الاستضافه. نشكر عمو يزيد وكل الطاقم وقناه الشروق على هذه المبادره الجميله اللي فرحتونا، فرحتوا كامل الاطفال. وشكرا عمو يزيد. شكرا عمو يزيد. شكرا عمو يزيد. صحه عمو يزيد. حبك عمو يزيد. نحبك. شكرا عمو يزيد. احبك كثيرا. مع السلامه. تعالوا هلموا الينا الضم مع عمو يزيد.